مرحبا بكم في الحوار مع جامبو. منذ 12 مايو الجاري تدارضت أكثر من 150 دولة لهجوم برمجية الابتزاز WannaCry، حيث تدرر مئات ألف جهاز كمبيوتر في مجالات الطب والسياسة والمالية والطاقة والجامعات. تعتبر أضرار الهجوم وتأثيراته السلبية لا نظير له في تاريخ. السؤال المطروح اليوم وبشدة: كيف نضمن أمن الإنترنت في عصر المعلومات؟ كيف نحمي مستخدمي الإنترنت من خلال توفير الكوادر والكفاءات؟ ما سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الهجمات الإلكترونية واختراقات الإنترنت؟ لتسليط الضوء على هذا الموضوع معنا اليوم ضيفين كريمين، هما أستاذ لطفي مقادم إعلامي جزائري مقيم في الصين، أهلا وسهلا. مرحبا. وأستاذ جو شارلونغ صحفي من وكالة سينهوا للأنباء، أهلا وسهلا. أهلا. فنبدأ الحوار اليوم بعد متابعة التقرير التالي. في الآونة الأخيرة تعرضت 150 دولة حول العالم لهجوم إلكتروني واسع النطاق بفيروس WannaCry، وأوقع 200 ألف ضحية بما في ذلك شركات ومؤسسات عالمية، من أبرزها شركة كايسبرسكي لاب الروسية المتخصصة في مجال الأمن والحماية الإلكترونية، وكذلك بعض المستشفيات في بريطانيا وشركات الاتصالات الإسبانية وشركة رينو الفرنسية وغيرها. أما عن هذا النوع من الفيروسات فيصيب الأجهزة العاملة بنظام تشغيل ويندوز، حيث يمنع المستخدم من الوصول إلى نظام التشغيل ويشفر جميع البيانات المخزنة على الكمبيوتر، ثم يطالب القراصنة المستخدمين بدفع فدية تتراوح بين 300 و600 دولار في شكل عملة إلكترونية بيتكوين مقابل إعادة فتحها. جدير بالإشارة أن الهجمات الإلكترونية تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو 450 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020 إذا لم تتخذ الحكومات التدابير اللازمة لمواجهة القرصنة الإلكترونية. وكغيرها من الدول تشهد الصين تزايدا في حدة الهجمات الإلكترونية تسبب خسائر اقتصادية في البلاد تبلغ قيمتها 60 مليار دولار سنويا، وهو ما يجعلها أكثر الدول استهدافا في آسيا. أستاذ لطفي، نبدأ الحوار معك. فانتشرت برمجية الابتزاز WannaCry إلى أكثر من 150 دولة منذ 13 من مايو الجاري، حيث تعرضت الدول يعني للهجومات في مجالات الطاقة والبنوك والمواصلات، خاصة في مجال التربية والتعليم. كما يعني تعرضت الصين في هذه المجالات أضرار كثيرة. فإلى أي مدى امتدت تأثيرات سلبية لهذا الهجوم في الصين وفي بقية العالم؟ نعم، هذا الهجوم يعتبر أول هجوم. لو نتكلم عن الأضرار، ربما أكبر دولة متضررة هي بريطانيا، لأن نظامها الصحي قد شل في معظم المستشفيات. لكن لو نتكلم، لأن هناك خاصية لهذا الهجوم، لأنه لأول مرة يكون هناك هجوم فيروس ابتزازي لكل العالم، يعني كمثل معركة، مثل ما شخص يقوم بهجوم. في الماضي كانت هناك دول تقوم بوضع أسلحة باليستية للهجوم من صواريخ، هذه المرة الهجوم كان عن طريق فيروس، عن طريق شبكة الانترنت أو عن طريق الفضاء الرقمي أو فضاء الانترنت. كما قلت، ربما في الصين أصيبت بعض الجامعات، بعض المعاهد، وأيضا بعض القطاعات البنكية، بعض شركات في القطاعات البنكية. هناك أكثر من 20 ألف كمبيوتر تم يعني شله، وأيضا هناك محطة تزويد بالنفط، شركة التزويد بالوقود للسيارات أيضا عانت من هذا. لكن الأخصائيين كانوا يتوقعوا بأنه سوف يكون هجوم كبير جدا، خاصة وأنه انطلق قبل نهاية الأسبوع، وبعد ذلك كانوا يتوقعون أنه بعد العودة من نهاية الأسبوع سوف الهجوم يكون كبير. لكن ويعني ولحسن الحظ هذا، أن هناك شاب بريطاني استطاع أن
أن يحارب هذا الفيروس، وكان ذلك بأنه وجد اسم النطاق أو ما يسمى name of the domain، وجده اشتراه، ومن ذلك استطاع الدخول إلى هذا الفيروس. فصناعة الفيروس ربما هناك تقنيات مختلفة. معروف أن الإنترنت هو ما يسمى اليوم، نحن نستعمل 25% ربما من الإنترنت. فالآن عالم الإنترنت أو فضاء الإنترنت هو فضاء يشبه الأيسبرغ، يشبه الجليد، فالظاهر منه هو 25%. هناك 75% من الإنترنت لا نراها، ونسميها بالدارك إنترنت، إنترنت الأسود، وهو الإنترنت الذي يعني هو معقل للهايكرز، معقل لأشياء لا نعرفها عن الإنترنت. يجب أن نعرف هذا جيدا. لكن هذه المرة هذا الهجوم شكل لأول مرة عملية إجرامية، فهو يشبه عملية إجرامية مثل ما تشنها يعني أي عصابة إجرامية، وبعد ذلك تطلب الفدية. فهذا هو الاختلاف، لأن ربما كنا يعني الأخصائيين كانوا ينتظرون الكثير. لو نتكلم، هناك شركة رونو في فرنسا وقفت عملها، هناك أيضا بعض البنوك الفرنسية، قلنا المستشفيات في بريطانيا والعمل المصرفية، هناك أيضا حوالي 14 كمبيوتر أيضا في 4000 كمبيوتر في أستراليا مع بعض البنوك. لكن كل الشركات التي أصيبت هي عبارة عن شركات ما يسمى نظام مايكروسوفت اكس بي القديم، وقد توقف إحداث فيه ما يسمى بالأبديت، ولهذا ربما الأشخاص الذين يستعملون هذا النظام لم يقوموا بالتجديد، تحميل نعم. حماية الكمبيوتر. فمن هذا لاحظ يعني النقطتين المهمتين، أن نقول بأنه لأول مرة يستعمل فيروس ويستعمل هجوم عن طريق فضاء الإنترنت كعملية إجرامية من خلالها الابتزاز، وأيضا شكل بعض المشاكل لبعض الشركات، لكن نقول لم يكن يعني في لم يشكل أزمة كبيرة. لكن هذا يعطينا بأن اليوم شبكة الإنترنت لم تبقى محمية، فهناك خطر ممكن يأتي في كل وقت. نعم، ممكن أن نقول إن يعني أضرار هذا الهجوم الإلكتروني يعني أكثر في تاريخ، خاصة في هذه السنوات. فأستاذ جو، عندما نبحث عن أصل هذا الفيروس، نجد أن أداة المستخدمة لدى الهاكر هو برمجية إيترنو بلو التي تسربت من خزينة الأسلحة الإلكترونية لوكالة الأمن القومي الأمريكي أي ناسا. فمما يشير إلى أن الولايات المتحدة امتلكت ويعني تقدر على اختراق أي نظام إلكتروني في العالم. فلماذا يعني قلقت الولايات المتحدة هذه الأداة، وهل استخدمتها بصورة مشروعية؟ الواضح أن الولايات المتحدة قامت بتدوير عدد من الأدوات الإلكترونية الخطيرة مثل دودة الحاسوب والفيروسات الإلكترونية، وكم أريد أن أصدق أن الولايات المتحدة فعلت ذلك لإنقاذ البشرية من الهجوم من كائنات محتملة من خارج كوكب الأرض. ولكن طبعا هذا مستحيل في الحقيقة. بالعكس، الولايات المتحدة استخدمت هذه الأدوات ضد الشعوب المختلفة وضد الدول الأخرى، فحسب ما كشف مسؤول كبير بقطاع الأمن القومي للولايات المتحدة أنه تم استخدام نحو 90% من الأموال المخصصة من الحكومة الأمريكية في اختراق أنظمة الكمبيوتر للعداء أو للدول الأخرى والتنسد على الآخرين وتقليل أو إضعاف القوة الإلكترونية للدول الأخرى. فالواضح أن الولايات المتحدة تستخدم هذه الأدوات لتحقيق مصلحتها الخاصة على حساب الدول الأخرى أو على حساب الآخرين بما فيهم المواطنين المحليين والمواطنين بدول أخرى. ونعلم، وطبعا هذا يعني حسب ما كشف مسؤول كبير بالأمن القومي للولايات المتحدة. في الحقيقة قبل سنتين كشف عميل الاستخبارات الأمريكية السابق سنودين عن فضيحة التنسد على
قادة الدول الأخرى. يعني الولايات المتحدة لا تستهدف الدول العدو فقط، بل تستهدف أيضا دول المتحالفة معها. ففي هذا الصدد أمريكا لا تميز بين الدول المختلفة. وفي هذا العام نعلم تم عرض فيلم أمريكي مشهور جدا، ريزيدنت إيفل، أو الشر المقيم الفصل الأخير. وهناك دون تشابه واختلاف أيضا بين الفضيحة الافتراضية بين الكارثة الافتراضية وبين كارثة في حياتنا اليوم. التشابه يعني بالنسبة إلى هذا الفيلم، هناك دكتور اخترع فيروس لإنقاذ ابنتها من شيخوخة، وأمريكا اخترعت كثيرا من الفيروسات لحماية مصلحتها الخاصة. ولكن هذا الأمر يعني إنقاذ الابن هذا أخلاقي، ولكن حماية أو تعزيز المصلحة الخاصة على حساب الآخرين هذا غير أخلاقي. ولكن يعني هناك تشابه آخر، يعني بالنسبة إلى الفيلم، يعني في النهاية استغل بعض الأشخاص هذه الفيروسات يعني تسبب في كارثة ضخمة للبشرية بكاملها. وفي النهاية طبعا أليس أنقذت البشرية من الانقراض. ولكن في الحقيقة في حياتنا الحقيقية دون البعض طبعا، بالنسبة إلى هذا الهجوم لا نعرف من هو المخطط الحقيقي. ولكن الواضح أن بعض الأشخاص استغلوا الفيروسات أو الصخرات الأمنية لشن هجمات أو لتحقيق أغراض تجارية أو أغراض أخرى ضد الشعوب المختلفة. فالأمر الواضح أن الولايات المتحدة قادرة على تطوير كثير من الفيروسات، ولكن هي غير قادرة على حجز هذه الفيروسات، كامل هذه الفيروسات في قفص آمن. ففي النهاية ربما هذا الأمر سيتسبب يوما ما في كارثة ضخمة جدا للبشرية كاملها بما فيها الشعب الأمريكي أيضا. نعم طبعا. فهل هناك خلاف بين يعني هاكر والولايات المتحدة؟ يطلب الأحد منهما يعني الأموال، ويطلب الآخر المعلومات أو الأسرار من الدول الأخرى. فأستاذ لطفي، نعرف بعد يعني كما قال أستاذ جو، يعني قامت الولايات المتحدة بتجسس إلكتروني ضد الدول الأخرى، حتى ضد يعني حلفائها. فأستاذ لطفي، يعني بعد البريزم خاصة، هل يعني بدأ العالم يرى الولايات المتحدة كيعني محدد ومخرب لأمن الإنترنت؟ نعم، يجب أن نعود إلى تاريخ الإنترنت. هو الإنترنت عندما صنع لأول مرة كان نظام داخلي للجيش الأمريكي. فقبل أن تصبح اليوم شبكة الإنترنت الشبكة التي نعرفها اليوم وعالم المعلومات، في بداية الأمر كان هو للاتصال بين القوى الخاصة داخل الجيش الأمريكي، وبعد ذلك تم ديمقراطيته وإعطاؤه للشعب لكل عالم، وأصبحت شبكة الإنترنت ما يسمى اليوم العالم الافتراضي أو العالم الإلكتروني أو عالم التواصل الإلكتروني أو التكنولوجيا الجديدة للتواصل. فاليوم يجب أن نعرف شيء، هناك في الولايات المتحدة هناك أكثر من 7 وكالات استخبارية أو 8 وكالات استخبارية، بما فيها الوكالات الاستخبارية، ضف إلى ذلك وكالات الاستخبارية لكل قوى عسكرية لوحدها. هذا ما نجم عليه تسارع الولايات المتحدة كأول اقتصاد في العالم وكأول قوة عسكرية في العالم. هي تبادر في كل مرة للتطلع ولمعرفة ما يحدث في الدول الصديقة أو العدوة. وكان ذلك الاستخبارات عملية التجسس على الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند السابق، على أنجيلا ميركل، وأيضا حتى أن سفارة باريس بواشنطن كانت خاضعة دائما للجوسسة الأمريكية. لكن يجب أن نعرف بأن لو تكلمت عن بريزم، وهناك قبل بريزم هناك إيشلون، قبل إيشلون هناك يعني ما حتى هناك بريزم. هذا ظهر سنة 2007 وأعاده أوباما سنة 2012، عندما نعرف بأن الرئيس السابق أوباما تحصل على نوبل للسلام. لكن مصلحة أمريكا هي رقم واحد. الشيء الذي ربما
التداعيات هي أنه المشكل في هذا الفيروس الأخير، في هذا الهجوم الأخير، أن حتى اليوم يعني انتربول أو حتى الشرطات الأوروبية كلها، وأيضا كان هناك تصريح لرئيس الأمن القومي الفرنسي قال حد نحن نعرف نقوم بتشفير هذا، لكن سوف يكون من الصعب جدا معرفة الجهات. فهناك جهات مباشرة بشرت بالتكلم عن كوريا الديمقراطية، عن بعض الأماكن، لكن المعروف يجب أن نعرف بأن هذه المعلومة، هذا الفيروس بالتحديد، قد تم اكتشاف هذه الثغرة من طرف الـ NSA كان في سنة 2016، ولم تخبر مايكروسوفت إلا في سنة في أبريل من هذا العام. وبعد ذلك كان هناك ما يسمى فرقة في الإنترنت، يعني هي نشطة في الدارك نت اسمها شادو بروكرز، هي التي أعطت المعلومة، وبعد أيام بعد ذلك قامت بالهجوم. فنحن نعرف بأن هناك أطر، ربما هذا دق ناقوس خطر، يعني لأول مرة انتبهوا، الفضاء الإنترنت لم يعد محمي، لا نستطيع حمايته، وهو قابل للاختراق. فقط اليوم هو نظام ويندوز اكس بي الذي لا يستعمل بطريقه، يعني لان مايكروسوفت تقول بانها احدثت مثلا في ويندوز 10، فهو نظام ربما يعني يستطيع المقاومه. لكن اثبت هذا الفيروس بان مع كل النظم الفايروول الذي يوضع بكل لم يستطيعوا توقيف هذا الاختراق. فمن هذا نلاحظ بان ربما يجب ان نعرف بان الولايات المتحده كدوله هي تحافظ، ولم تخفي هذا على العالم، يعني قلت لك حتى مع دول صديقه هي تقوم بالتجسس، وفي كل مره تقول اوكي سوف نلاحظ، لان ربما هذا هي تظن بان معرفة الآخر من أسسها. لكن هناك التجسس العسكري، لكن أهم شيء هو التجسس الاقتصادي، وهذا لن يتوقف. شكرا جزيلا. لابد لي يعني نرفع الاهتمام بأمن الإنترنت، لأن الإنترنت قد ارتبط بحياتنا وعملنا كل يوم. فنواصل الحوار بعد الفاصل. فاصل قصير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد في الحوار معنا، واليوم نتحدث عن هجمات من الانترنت. فأستاذ جو، نعرف مع تطور سريع للخدمات الانترنت، ترتبط أعمالنا وحياتنا اليومية بالانترنت أكثر فأكثر، حيث أصبح أمن الانترنت أولوية في قضية الأمن القومي. فيعني نرى أن الصين تولى رئيس الصيني شي جين بينغ رئاسة الفرقة المركزية لأمن الإنترنت والمعلوماتية. فكيف تقرأ الاهتمام الكبير من القيادة الصينية لأمن الإنترنت؟ اليوم نعيش عصر الإنترنت، فكل دولة تهتم يعني بتعزيز الأمن في مجال الإنترنت أكثر فأكثر، بما فيها الصين. في الحقيقة هناك عوامل عديدة تدفع إلى قيام الصين باهتمام أكبر لتعزيز الأمن الإلكتروني أو الأمن في مجال الإنترنت. ودائما نؤكد على السيادة، في الحقيقة السيادة لا تحتصر على الأراضي فقط، السيادة يعني تتعلق بمجال الفضاء الإلكتروني أيضا. فمن أجل حماية الأمن الوطني من الضروري تعزيز تقوية الأمن الإلكتروني. ففي هذه السنوات الصين قد أصبحت أكبر ضحية للهجمات الإلكترونية، وهناك كثير من الهجمات تأتي من الخارج، يعني كل سنة. فمثلا في عام 2014 تعرض أكثر من 240 مليون شخص أو مستخدم صين من الهجمات الإلكترونية، وكل الآن كل يوم نحو 80,000 شركة أو مؤسسة صينية تتعرض لهجمات إلكترونية. هذا بسبب ضيق يعني ضعف الإجراءات الوقائية منا. طبعا، وفي نفس الوقت الهيكل هم قوي
أيضا يعني رغم في الحقيقة قد اتخذنا بعض الإجراءات للوقاية من الهجمات الإلكترونية، ولكن هذا لا يكفي، من الضروري أن نعزز التعاون بين الدول المختلفة. فبالنسبة إلى الصين، نقوم بحماية الأمن الإلكتروني، هذا الأمر صالح لحماية أو لتعزيز الأمن في مجال المالية أيضا. يعني الأمن المالي مهم جدا لكل دولة، فهناك هجمات إلكترونية كثيرة تستهدف مجال المالية، فمن الضروري أن نقوم بتعزيز أو باتخاذ إجراءات أكثر فأكثر وأقوى فأقوى في هذا المجال. إلى ذلك، تعزيز الأمن الإلكتروني يفيد الاستقرار الاجتماعي أيضا. ونعلم الصين اليوم عدد مستخدمي الإنترنت في الصين أكثر من 730 مليون شخص، فهذا العدد كبير، ومن ذلك نحو 700 مليون مستخدمين من مستخدمي الهواتف نعم المحمولة. فدائما نؤكد على حوكمة أو إدارة المجتمع، ولكن إدارة المجتمع لا يمكن أن تقتصر على المجتمع الحقيقي، من الضروري أن نمد الإدارة إلى المجال الإنترنت، لأن نعم هذا أمر مهم جدا لحماية أو لتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأدون الدول العربية، بعض الدول العربية أخذت درسا كبيرا في هذا الأمر. نعم طبعا، في الحقيقة يعني كما قال أستاذ جو، لما ترفع الصين اهتمامها بأمن الإنترنت، بل ترفع كل الدول في العالم اهتمامها بأمن الإنترنت، لأن يعني هجمات على الإنترنت راخصة التكاليف، ولكن تمتد نتائجها السلبية إلى مجالات واسعة. فأستاذ لطفي يحفظ، يعني يعتقد بعض المحللين أن يعني هذا الهجوم من يعني WannaCry سيعني تحفز الإرهابيين إلى الاتجاه لي يعني الهجمات الإرهابية على الإنترنت في المستقبل. ما رأيكم في ذلك؟ هل سيشهد العالم مزيد من الهجمات على الإنترنت؟ العالم منذ اكتشاف شبكة الإنترنت وهناك هجمات. قلت لك في البداية بأن يوجد 75% من الإنترنت لا يعرفها المواطن البسيط في أي دولة. هناك إنترنت خفي يسمى دارك نت، فيه الكثير من المعلومات، فيه الكثير من الأشخاص، المواطن العادي الذي يذهب إلى الشبكة لا يعرفه. فمن هذا يجب القول أن ربما الشيء الجديد الذي أحدثه وانكراي أنه هو أول فيروس إجرامي يبدأ مباشرة من 74 إلى 150 دولة، يعني عملية هجوم عالمية. ربما العقدة في البداية أن هذا الفيروس كان آتي من خلل الذي اكتشفته الأنسة والتي لم تخبر به، لأنها استعملته شخصيا لكي تأخذ معلومات وبعد ذلك أعطت المعلومة. الشيء الآخر، نتكلم عن الإرهابية. قلنا في البداية اليوم الإنترنت، الأمن الإنترنت أصبح مثل الأمن كما تفضل بذكر، مثل الأمن القومي لأي دولة. فلو نرى مثلا إسرائيل هي الدولة رقم واحد في العالم التي أسست ما يسمى الجيش الإنترنت. باكستان أيضا قبل أيام أنشأت الفرقة 21. هناك في فرنسا ما يسمى مديرية الأمن الفضائي، يعني لفضاء الإنترنت. ألمانيا عندها قسم أيضا تعتبر من أول الدول التي في إطار تحديثها للجيش الألماني أسست فرقة البحث والاكتشاف للإنترنت، تابعة مباشرة للقيادة العليا للجيش الألماني، لأن وان كراي قام يعني بتعطيل شبكة القطارات في ألمانيا أيضا، يجب أن نتكلم عن هذا أيضا. فمن هذا القبيل أصبحت الهجمات، نعم، لأن أي شخص يستطيع، لديه ذكاء، لديه موهبة، يستطيع أن يكون وراء أي فيروس، شخص فقط. لأن اليوم نتكلم عن نظام، عن التفوق الذهني، فنلاحظ الشخص الذي وقف وانكراي عمره 22 عاما، وهو شخص واحد فقط الذي استطاع أن يوقف. فالذي يستطيع أن يهاجم هو يكون، لكن الآن تختلف الأمور. نعم، لو هناك أعمال إجرامية وقد يكون هناك أعمال إرهابية، لأننا نتكلم عن نظم تسير قطاع الماء، تسير
المستشفيات، تسير القطاعات الصحية، تسير الهياكل القاعدية، فمن هذا القبيل. فعندما نتكلم عن النظم، يبدو لي بأن اليوم نعم يعني هناك سيناريوهات. هو تكلم عن فيلم لهوليود منذ سنوات 2010، بدأت هوليود بإنشاء سيناريوهات لأفلام عن دمار سببه يعني كمبيوتر واحد، يعني سببه شخص واحد أو هايكر واحد أو يعني. فالقرصنة اليوم والفيروس يختلف، لهذا الأمور بدأت تتشابك. لكن يعني المحللين أو المختصين يقولون يجب أيضا دعم لوجستيكي، لأننا نتكلم عن هجوم وصل إلى 150 دولة عبر العالم. فلهذا يجب أن نرى اليوم ربما أول شيء هو بناء قاعدة عالمية لحماية الإنترنت، أن الدول تتفق على أنه يجب أن نضع تقنين وأن نضع لجنة مثل الأمم المتحدة عملها فقط بالإنترنت، وهذا ما ذهب إليه وكان أول رئيس يعني تكلم عن هذا، ورئيس شي جين بينغ الذي تكلم عن يجب وضع منظومة لحماية الإنترنت، وأيضا على وضع يعني على وضع لجنة استشارية عالمية تبحث في هذا، لأن اليوم ربما 70% من حياتنا الخاصة أصبح على الشبكة، فاستغلاله أو استعماله لأشياء ممكن يضر بالحياة الشخصية وبكيانات الدول أيضا، لأن الدول أيضا لديها شركات، لديها معلومات، لديها تسيير أنظمة، النظام الصحي مثلا، المنظومة التربوية، المنظومة التعليمية. من هذا فقد أصبح هذا الهجوم باشرة ليس خير، فأصبح يخيف اليوم بأنه ممكن أن نقوم بهجمات، وليست لأن هذه المرة إجرامية، وقد تكون المرة الأخرى إرهابية. نعم، وهذا ما لا نتمناه. نعم، قد يكون أسلوب جديد لمكافحة الإرهاب في المستقبل، وهو مكافحة الإلكترونية للإرهابية على الإنترنت. فأستاذ جو، نعرف قد تجاوزت أضرار وناكراي سيطرة دولة ما بعينها، فلا شك أن الدول المختلفة ستقوم بمزيد من التعاون الدولي في المستقبل لمواجهة الهجمات على الإنترنت. فما اقتراحاتك لدفع هذا التعاون الدولي في مجال مكافحة يعني أضرار أو الهجمات على الإنترنت؟ التعاون الدولي في هذا المجال مهم جدا، فعلى الدول المعنية تبادل التقنية وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية لكبح أو للوقاية من الهجمات الإلكترونية أو لملاحقة المهاجمين وراء الهجمات الإلكترونية. فبالنسبة إلى الصين، في هذه السنوات الصين أعززت التعاون مع الدول المعنية وخاصة مع الولايات المتحدة، فمنذ عام 2014 حتى اليوم قد أجرت الصين 3 جولات من حوار الأمن الإلكتروني مع الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى رئيس شي، وخلال زيارته للولايات المتحدة في إبريل من هذا العام، وافقت الصين والولايات المتحدة على إقامة آلية جديدة للحوار والتعاون في للأمن الإلكتروني. ففي المستقبل الصين والولايات المتحدة ستعززان التعاون في هذا المجال، ولكن هذا لا يكفي، من الضروري أن يشارك أكثر فأكثر من الدول، يعني مزيد من الدول في هذه العملية، ولكن دون هذا الأمر صعب، لأن بعض الدول الكبرى خاصة الدول الكبرى تستخيل الأدوات الإلكترونية لتحقيق المصلحة الخاصة لها، فهذا الأمر صعب جدا في الحقيقة. ولكن أستاذ لطفي، هل عندكم اقتراحات لدعم التعاون الدولي؟ نعم، يجب أن نقول بين الصين أو بين الدول العربية. كما قلت لك في البداية، اليوم رئيس شي جين بينغ تكلم عن في عدد من خطابه، حتى أنه منذ كما تفضل بذكره زميلي أيضا هناك، لكن التشاور هو يجب أن يكون متعدد الأقطاب، لأن هناك حتى أوروبا مثلا اليوم تشكو من الأعمال الاستخباراتية التي قامت بها الولايات المتحدة ضدها. فلهذا العمل يجب أن نقوم بإنشاء نواة صادقة، يعني أن نتكلم العين في العين ولا نقوم، لأن الأعمال الاستخباراتية سوف تكون دائما، هذا راجع لأنه ربما لا توجد ثقة بين الدول، وهناك تنافس، لأن ربما أكبر عمليات القرصنة تقوم بها الولايات المتحدة هي من الناحية الاقتصادية، يعني فهذا يعطيها أسبقية لمعرفة. هل تعرف أول عملية استخباراتية قامت بها الولايات المتحدة عن طريق النظام الذي إيشلون وأيضا بريزم، كانت يعني استخبرت على
على البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ سنة 1999. فمن هذا الأمر يجب أن نضع كل هذه الأشياء يعني في طاولة، ونترك ربما يجب أيضا الذهاب لأمن الإنترنت عن طريق الأمم المتحدة، عن طريق المجلس الدائم والدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن نعم للتفكير نعم في إنشاء قوة خاصة نعم لهذا. نعم شكرا، ولسبب ضيق الوقت ننتهي هنا. شكرا، وشكرا يعني لوجه نظركم، شكرا جزيلا، وشكرا أيضا لحسن متابعتكم.